أسوأ الأشرار هو ذاك الذي يمتلك وجها ملائكيا وقلبا شيطانيا، وهذا النوع تنتمي الفتاة الشابة ريجينا جورج التي جسدتها ريتشل ماك أدامز بفيلم مين جيرلز، وهي فتاة تنتمي لأسرة ميسورة ويمكن أن توصف بأنها اجتماعية على الرغم من أنها لا ترى إلا نفسها أغلب الوقت، وقد تكون أنانيتها مبعث شرها. تتسلح بالابتسامة الزائفة وتخفي سمها وسمومها بين كلمتها المعسولة وشخصيتها اللطيفة، وهي إحدى أفضل نماذج للشر التعباني الذي برعت ريتشل ماك أدامز في التعبير عنه في فيلمها. في فيلم مين جيرلز من إنتاج عام 2004 للمخرج مارك وورتز، وشارك في بطولته إلى جانب ريتشل ماك أدامز كل من لينسي لوهان وجوناثان بينيت وأماندا سيفريد، وقد تلقى الفيلم العديد من المرشحات النقدية الإيجابية وسجل تقييمات مرتفعة على كبرى المواقع السينمائية، وقد تلقت ماك أدامز عدة جوائز وترشيحات عن هذا الدور، وأبدعت في إبراز الشر وعمقه من أوجه مختلفة. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.